موجود ما شاء الله. يعني سجلنا امبارح اسمنا في القنصلية، اتصلوا بينا بالليل في نفس اليوم، الحمد لله قالوا لنا 11 الصبح حضور المطار، الحمد لله الحمد لله كويسين وبذلوا مجهود كويس يعني ما قصروش. والله هي الاجراءات يعني ما شاء الله القنصليه المصريه ما قصرتش معايا، يعني كانت الاجراءات سهله وبسيطه خالص. هما ما اختاروا المصريين يجوا لان في طياره الرئيس السيسي بعتها الطياره الحربيه، سجلنا اسمي انا ولدي وكل الاجراءات مشت طبيعي وسهله على طول الحمد لله. يعني حضرتك انت بتقول بين يوم وليله، يعني تبقى نايم بالليل تاني يوم بتلاقي ضرب النار والحروب حواليك في 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 مجتمع. يعني الخرطوم عاصمه مش كبيره قوي حاليا دلوقتي، حتى العاصمه المثلثه، وكان في اشتعال حاد لعمليه ضرب النار، وكان في اجواء غير عاديه الصراحه لم نعتادها في الخرطوم اللي هي الامن والامان. احنا ما تحملناش الوضع، وتاني يوم رحنا مكان بعيد علشان نقعد في مكان امان، بس برضو قالوا لنا الامان مش مكان مش امان. قعدنا فيه بتاع 4 ايام كده، وبعد كده بقى شفنا واحد وخدنا بقى وجينا تبع السفاره. والله عمليه التنسيق انا اتواصلت مع السفاره مع القنصل، واتصلت على بعض الاخوه الزملاء اللي احنا نعرفهم والمستشار بتاع السفارة على أساس أن احنا نيجي، فقال والله يا جماعة يعني احنا هننسق معاكم وكل المصريين هيمشوا، ولكن لما الحرب يقف، لغاية لما الضرب يقف سلامة لأماناتكم. يعني الأوضاع كانت صعبة جدا، يعني الحمد لله احنا كنا بنتعرض لصعوبات كثيرة، لكن بتوجيهات فخامة الرئيس فتح السيسي وبوجود خلية من العمل الكبير من جهاز المخابرات العامة والأمانة العامة ووزارة الدفاع ووزارة الخارجية ووزارة الري، تم تكوين إدارة أزمات، مجموعة من إدارة الأزمات لبحث المشكلة وحلها، وبالفعل وصلوا لنا الحمد لله، وكان في متابعة دائمة وتنسيق دائم مع القنصل هناك ومع السفير هناك. كان في تعليمات الأول نحن نستنى عملية الغاتية، عملية الإجلاء ما تتم صورة صحيحة، بعد كده اتحركنا بالباص لولاية دنقلة، وبعد كده لقينا السفير بعت لنا رسالة ان احنا نتوجه لايه لمطار دنقلة عشان في طيارة، وطبعا رجال القوات المسلحة تحية اجلال وتقدير منينا ليهم. الأوضاع صعبة جدا، مفيش كهرباء، مفيش مية، مفيش أكل، مفيش شرب، كل المحلات مقفولة، السوبر ماركتس مقفولة، الدنيا كانت صعبة جدا، عيشة صعبة قوي، الضرب في كل حتة، وكانت الظروف صعبة جدا في المعيشة. يعني بشكر القوات المسلحة جدا على المجهود اللي بذلته معانا، يعني هو شكلهم بصراحة يشرف يعني أي شخص يعني يكون في هذا الموقف. يعني القوات المسلحة صراحة جزاهم الله كل خير. احنا كان الإجلاء أصلا حصل في طيارة تبع القوات المسلحة، تمام، والناس اللي كانت موجودة معانا كان جزاها الله كل خير، كانت ناس بشوشة جدا، كانت متعاونين، كان ساعدونا دلونا لأن احنا كنا متوترين، كان في قلق، ولكن تعاملوا معانا لحد ما، كانوا صبورين الحمد لله. يعني والله العظيم انا اشكر الجهود دي بصراحه يعني بشكل كبير جدا، هم والله العظيم ما قصروا في اي حاجه، يعني حتى في اقصر حاجه يعني شويه العصير والميه دول جابوه لنا يعني في الطياره، بصراحه يعني حاجه ظريفه جدا والله.